اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا اثبات سحب من بديل ادسنس واللي هو اتسرا. باش نشاهدوا الاثبات وطريقه السحب ونتعرفوا اكثر. واللي ما يعرفش هذا الموقع يقدر يشتغل عندك موقع مجاني مدفوع على بلوجر ولا ووردبريس، تقدر تضع الشفره وتنطلق في الربح بطريقه مباشره من دون الموقع الخاص بك يقبل او لا. باش نتعرفوا كل هذا ان شاء الله في الفيديو. من اشتراك القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت من قناه عالم امين. واللي عنده اي استفسار وتسائل يجي متواصل معنا على الصفحه الرسميه الخاصه بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، الرابط القهوه في صندوق الوصف. الان نتوجه الى حسابي. هذا الفيديو الصغير كنت انا انجزته قبل شهرين من الان، وهذا حسابي اصدقائي. وكما قعدت له اصدقائي في الرصيد 13.77 دولار. باش نقوموا بالسحب والاثبات في هذا الفيديو. اللي حاب يشترك في موقع اتسرا ما عليه الا يتوجه الى صندوق الوصف، كذلك في اول تعليق مثبت تلقاه مقاله فيها طريقه التسجيل ووضع الشفرة وتفاصيل أخرى تخص هذا الموقع اللي هو بديل أدسنس ويقبل على الفور. على كل كما قاعدين تلاحظوا 13.77 دولار. الآن مش نشاهدوا الأثبات، نتوجه إلى حسابنا أدسرا الآن ونضغط على Payment. كما تشاهدون أصدقائي الرصيد أصبح صفر تقريبا. ننزل إلى الأسفل باش نلاحظوا المبلغ اللي باش يوصل لنا على الويب ماني، واللي وصلنا كما قاعدين نلاحظوا 13.67 دولار، وهنالك اقتطاعات خفيفه والويب ماني وهذا التاريخ وهذه كل معطيات الخاصه بي. نتوجه الى الويب ماني الخاص بي وهذا هو رصيدي 65 دولار تقريبا. اللي حب يشتري رصيد ويب ماني معلي الا يتواصل معايا كما قلنا اصدقائي في صندوق الوصف مواقع التواصل الخاصه بنا. نضغط على اوبيراسيون وباش نشاهدوا 13.67 دولار وصلت لنا يوم الخميس كما قاعدين نلاحظوا اصدقائي. الان باش تاكدنا من مصداقيه الموقع، والان باش نشاهدوا طريقه السحب من موقع اتسرا. هذا الفيديو معناتها اللي قلنا عليه احنا سجلته قبل تقريب شهرين. هذا هو الرصيد، نشاهدوا مع بعضنا الفيديو. كما تشاهدون اصدقائي البيمنت ان 20 يعني في جويليا الماضي، وكما تشاهدون اصدقائي السحب عنده تاريخ معين اللي هو من 18 الى 19 جويليا، وكذلك في اول الشهر، في اول الشهر وفي وسط الشهر. ما عليك الا تخلي مع طريقه السحب اللي تختارها، تضغط على بيمنت الادنى كما تشاهدون الباي بال 100 دولار، الويب ماني 5 دولار، والباكسيوم 5 دولار، والبيتكوين والتيذر والوير ترانسفر، معناتها مبالغ كبيره باش تقدر تسحب. انا ننصحكم بالويب ماني، تقدروا تسحبوه من دون اي مشكله. ما عليكم الا تضغطوا على بروفايل باش تضيفوا المعلومات الخاصه بطريقه السحب اللي انتم تختاروها. في هذا المكان تختار الدوله اللي انت تنتمي لها. بطبيعه الحال انا باش نضع تونس، لكن انت تقدر تضع الدوله اللي انت تنتمي لها من المغرب، من الجزائر، من مصر، من ليبيا، من اي دوله كانت، وتخلي الدولار ولا الاورو كما تريد، وتختار طريقه السحب. انا باش نختار الويب ماني في هذا المكان، وكذلك تخلي في هذا المكان individual يعني حساب 13 دولار. احنا مش نسحبه 13 دولار، هو يقول لك المينيمال على ما اظن تولي الطريقه اوتوماتيكيه في ال WMZ واللي هو الكود الخاص بالويب ماني وبرصيد الدولار. اذا انا حسابي سابقا كان فيه 30 دولار. ناخذوا الكود الخاص بالوولت الخاصه بالدولار، الدولار اللي موجود في الويب ماني، ونضعه في المكان المناسب بطبيعه الحال، ونضغط على وضعنا الاسم الاول والثاني والادرس والعنوان والامور ذي الكل. في النهايه باش نضغطوا على سيف باش نحفظوا كل هذه التغييرات. هنالك خانة ليست مكتملة. على كل تمت العملية بنجاح الإلكتروني، خللنا كود سري
ما علينا الا ننسخوه ونرجعوا الى اتستيرا ونخليه الكود في هذا المكان في اسفل الشاشه بطبيعه الحال واسفل الصفحه، وفي النهايه نضغط على سيف ماي بروفايل. تمت عمليه التغيير ووضع المعلومات الخاصه بنا من دون اي مشكله، والان ننتظر التاريخ، تاريخ السحب اللي قلنا. وهذه ارباح اصدقائي كما قاعدين تشاهدوا الارباح والاحصائيات. الحقيقه انا اغلب الارباح من رابط الاحاله، ما اشتغلتش على الموقع كثيرا لانه مركز شغلي على جوجل ادسنس، لكن تقدروا تربحوا من هذه الطريقه. كان عندكم بلوجر مجاني ما فيهش الشروط، ولا تحبوا تشتغلوا مع مجالات ما تتقبلش في جوجل ادسنس، تقدروا تشتغلوا على ادسيرا وتسحبوا من دون اي مشاكل. كما قلنا اصدقائي الموقع صادق ويدفع، لكن الاحصائيات والارباح ليست بثابتة. تقدر تجيب بضع من الزيارات وتاخذ ارباح جيدة، تقدر تجيب زيارات قليلة وما تربح ولا مليم، لانه يعني الاعلانات مختلفة. يعني كما قلنا اصدقائي الاعلانات مختلفة في بعض الاحيان، اعلانات CPA يعني الزائر لازمه يضغط على الاعلان، في بعض الاحيان الاعلانات CPM يعني تربح من المشاهدة فقط. على كل كما قلنا اصدقائي الربح كان اغلبه من الاحالات، ونحب نشكر اي شخص سجل في من رابط الاحالة الخاص بي واشتغل واربح. كذلك انا نربح نسبة مئوية اللي هي 5%، نضغطنا على ريفرل. ما عليك لا تنسخ رابط الاحالة الخاص بيك وتربح 5% من ارباح الاصدقاء. شيء شهرين باش سحبت، وصلت للحد الادنى وخليت المعلومات الخاصة بي، وانتظرت العديد من المرات اول الشهر ومنتصف الشهر ولم يحدث شيء. تقدروا تتواصلوا مع موقع اتسيرا بالضغط على سيبورت باش نشاهدوا الان اصدقائي. كما قلنا انا شهرين ننتظر، يمكن اشخاص اخرين بعد شهر تمت عملية السحب. على كل تضغطوا على سيبورت كما قاعدين نشاهدوا وتتواصلوا معهم عبر البريد الالكتروني. تضغط على submit new ticket وتختار نوع السؤال والا الاستفسار بطبيعة الحال، هوني لو CPM والا payment has not been received. في معناتها الوضعية متاعنا البيمنت ما وصلتش، وتخلي السبجكت وتخلي الكويستشن وتضغط على سبميت تيكت، وهم باش يتواصلوا معاك بعد على البريد الالكتروني اللي انشأت به الاتسيرا. يتواصلوا معاك بعد يومين اثنين ثلاث اسبوع كحد اقصى على ما اظن، ويقولوا لك سبب تاخر ارباحك لانها ما وصلتش، بالرغم لانك وصلت الى حد الادنى للسحب لكن ما وصلتش. هذه انا شاركتكم تجربتي في موقع اتسيرا، اللي حب يجرب لانه عنده موقع وماهوش مستغله في الزيارات اللي تجي على الموقع، تقدروا تستغلوا على اتسيرا. وكما قلنا اصدقائي طرق السحب هو موقع صادق ويدفع، لكن يمكن يصير تاخر في السحب، لكن الموقع صادق ويدفع. ان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات جديده ومواقع جديده، مجالات جديده للعمل وربح من الانترنت من قناه عالم امين. على وفق الجميع والى اللقاء.